لا يكاد يمر يوم دون الإعلان عن ظهور جائحة صحية جديدة. فبعد أشهر من الإعلان عن اكتساح وباء الكوليرا وأمراض سوء التغذية والمجاعة، كشفت منظمة اليونيسف عن ظهور حالات إصابة جديدة بمرض الحصبة في عدد من مناطق البلاد. القطاع الصحي أحد أكثر القطاعات تضرراً منذ الانقلاب الذي مضى عليه أكثر من عامين. كانت الأوبئة والأمراض ونقص الأدوية واستهداف المرافق الصحية هي العناوين المشتركة للوجع اليمني. تتفاقم المأساة كل يوم أكثر، ويذهب المزيد من الأبرياء ضحايا لتدهور الخدمات الصحية التي أدت لانتشار أمراض قديمة كانت اليمن قد أعلنت التخلص منها، أبرزها فيروس شلل الأطفال والجدري والجذام. يتعرض قطاع الصحة لتدمير ممنهج، أبرز ملامحه هو منع ميليشيا الحوثي وصول شحنتي لقاحات خاصة بالأمراض الوبائية تابعة لليونيسف من دخول البلاد والتوجيه بإعادتها لجيبوتي دون إبداء مبرر واضح. وهو ما يضع حول تلك الحادثة العشرات من علامات الاستفهام التي لن تجد لها إجابة منطقية.